وسائل الانتقال في العاصمة، العاصمة طبعا أصبحت كابوسا يعني، إلى حين تنشأ العاصمة الإدارية الجديدة يعني ربما تخفف الزحام، أو بالتأكيد مش ربما، ده هي لابد أن تخفف الزحام عن العاصمة القاهرة اللي يجب أنها تتحول إلى متحف كبير يعني، بما فيها من آثار متنوعة سواء فرعونية أو متعلقة بالقاهرة الإسلامية أو بغيره يعني. إنما القاهرة كمان لازم يبقى في تفكير في إنه إزاي يتم حل بعض مشاكل المواصلات. الأتوبيس أبو دورين ده قديم يعني، لكن طبعا كان اختفى. هو عنده في ميزة إنه بدل أتوبيسين فبيبقى أتوبيس واحد يعني، بياخد نفس العدد، بالإضافة إلى شكله الأنيق للي يستطيع يعني إنه يدفع ثمنه في النص شوية، ما بين لا هو غالي قوي ولا هو في الحضيض قوي يعني. لكن في كل الأحوال المهم إنه بعد شوية ما نلاقوش باظ يعني كالعادة، أو نلاقيه تحول إلى قطع حديد متآكلة يعني. نشوف التجربة الجديدة اللي بيتم تنفيذها الآن. لأن أزمة المواصلات واحدة من أكثر الأزمات التي تؤرقنا نحن المصريين في حياتنا اليومية، سيرت وزارة النقل عددا من الأتوبيسات ذات الدورين لأول مرة في شوارع القاهرة. الأتوبيسات دي النهاردة هتشتغل من اليوم في خطين، يمكن موجودين حتى على واجهة الأتوبيس، تقدروا تشوفوا الخطين، في خط من التجمع الثالث إلى المرج وخط تاني من التجمع الخامس إلى حدائق القبة. الاتوبيس بيسع 71 راكب، 17 في الدور اللي تحت، والدور العلوي في 54. الاتوبيس نقله كبيره الحقيقه، مكيف بالكامل. في ميزه ان هو نظام التعليق بتاعه فيه مخدات هوائيه متصله بنظام تعليق بيتحكم في الضغط داخل ضغط الهواء داخل هذه المخدات، وبالتالي بيعمل نوع من ملاشات الاهتزازات بشكل كبير في المطبات وكده. بداية التشغيل دايما بيبقى اختبار للسوق. احنا يعني قد نرى فيما بعد ان احنا نزود العدد لو فعلا نجحت التجربة بشكل كويس، وتأكدنا ان الاتوبيس اللي بدورين ساهم في حل مشكلة المرور في القاهرة. دي المرحلة الأولى 12 أتوبيس. احنا طبعا عشان نحكم على التجربة ونجاح التجربة ما كانش نقدر نبدأ ب 40 أتوبيس أو ب 100 أتوبيس، احنا بدأنا ب 12 أتوبيس. عملنا دراسة دقيقة جدا للمسارات زي ما قلنا، درسنا من ناحية الكثافة الركابية، خطوط السير، التكامل مع مترو الأنفاق، على اساس ان احنا المنظومه في دراسه حاليا اللي هي ازاي نعمل تكامل ما بين وسائل المواصلات المختلفه في القاهره الكبرى. احنا طبعا متوقعين، احنا عايزين بس الناس تثق في الاتنقال العام. اول مره في تاريخ الهيئه ينزل اتوبيس بدورين، مكيف، واي فاي، شامل كل حاجه، محطه ناطقه، في خاصيه اطفاء ذاتي للعربيه كلها، ان حصل لا قدر الله حريق واحنا ماشيين في الطريق بيبقى في اطفاء ذاتي مره واحده، بيجي لي اشاره على الشاشه عندي بعرف ان في حريقه او في حاجه. اتمنى من ربنا تعالى ان الشعب يعني يحافظ على العربيات، ان العربيات دي والله جايه يعني لخدمتهم، مش جايه عشان خاطر حاجه، هي جايه بس احنا نتمنى اللي يركب يحافظ على سلامه العربيه وعلى سلام يعني نظام العربيه من جوه. ممتاز ومريح، وانا حسب العدد كويس يعني الحمد لله، فدي خدمه ممتازه وكويسه. سعر التذكره ملائم لحضرتك؟ بالنسبه للمسافات الكبيره لو انا هركب من اسم الحدائق عشان اروح التجمع مره او اتنين هتبقى سعر التذكره كويس ومناسب جدا. طبعا دي خدمه كويسه جدا، بدل ما يمشي اتوبيسين يبقى ماشي اتوبيس واحد بالكم بتاع الاتنين. هي بديل مع عربية كويسة، مسافتها كويسة ومريحة، في نفس الوقت اتوفر لي ركنة العربية بتاعتي ومجهودي، انا وفرت السواقة بتاعتي وتوفر حاجات كتيرة جدا يعني، والتذكرة بتاعتها سعرها مناسب 5 جنيه، يعني مش مبلغ جامد في المسافات بتاعت الطويلة بتاعت المسافات بتاعت العربية. اي دلوقتي نقل جماعي ب 3 جنيه ونص وحاجة يعني، بيبقى ساعات زحمة حسب ما انت راكبة، ولا عارف تقفي ولا عارف تحرك في الاتوبيس، ده حاجة كويسة هنا والدور اللي فوق.